البسبوسة بطعم الحلاوة الطحينية حقيقي ما في ألذ منها. للشيرة أحتاج موية وسكر وقطرات ليمون، تغلي غلوة واحدة وأتركها تبرد تماما. للبسبوسة أحتاج علبة قشطة وحليب بودرة وسكر وكوب من الطحينة السايلة، فانيليا، رشة ملح. أخلط لما تصير عندي عجينة ثقيلة شوية، أحط عليها السميد والبيكنج باودر وأعجنها مزبوط. عندي فناجين القهوة العربي، دهنتها طحينة وسمسم، واستخدمت ملاعق الآيس كريم لغرف البسبوسة. رشيت على الوجه سمسم وراحت على الفرن مدة 40 دقيقة على حرارة 180 درجة. حطيت عليها بسكوت سمسم، رشيت عليها الشيرة، حطيت عليها شوية من الحلاوة الطحينية وقدمتها مع القهوة العربي. وبالعافية، بسبوسة بطعم الحلاوة الطحينية جدا لذيذة.